أبدى مصرف الرافدين استعداده لاستقبال طلبات العديد من دوائر الدولة الراغبة بتوطين رواتبهم إلكترونيا لدى المصرف ومنحهم بطاقة الماستر كارد ومن ثم استلامهم السلف الشخصية. المكتب الإعلامي للمصرف أكد في بيان له أنه تم توطين رواتب عدد من موظفي وزارات ومؤسسات الدولة ومنحهم البطاقة الإلكترونية ومن ثم تسليم رواتبهم الشهرية عبرها، مشيرا إلى أنه بإمكان حاملي الماستر كارد الاستفادة من المميزات والخدمات المالية التي أطلقها المصرف مؤخرا من سلف وقروض والتقديم على تلك السلف من قبل فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.